هذا الفيديو جزء أول من تعريف عن مدرسة مريم. هذا الجزء الأول عبارة عن تمهيد لمفهوم مدرسة مريم، تمهيد كنسي بحسب لاهوت الكنيسة، عشان نعرف المكان الدقيق اللي تأخذه مدرسة مريم في الكنيسة ككل. هذا المدخل ضروري جدا عشان بيقدر يفهم حدود ودور مدرسة مريم. نبدأ أولا بإذن الحديث عن الكنيسة ككل، وبنرجع لنص مهم جدا أصدره المجمع المسكوني فاتيكاني الثاني. هذا النص عبارة عن مرسوم عقائدي عن الكنيسة. هذا النص بيشرح ايه هي الكنيسة، مكوناتها ايه، تركيبتها ازاي، وبتشتغل ازاي. هذا النص طبعا أصدره البابا بولس السادس 21 نوفمبر 64. هذا النص اسمه دستور الكنيسة نور الأمم. دستور الكنيسة نور الأمم هو دستور عقائدي. دستور عقائدي. ليه النص ده بنرجع له؟ لأن هذا النص ده يمكن أهم وأول مرة في تاريخ الكنيسة بتتكلم عن نفسها وبتوصف تركيبتها في إطار مجمع مسكوني. هذا النص مكون من 8 فصول. بسرعة، الفصل الأول اسمه سر الكنيسة. الفصل الثاني هيتكلم عن شعب الله. الفصل الثالث هيتكلم عن البنية، بنية الكنيسة، وخاصة الأسقفية. بعدين هيتكلم في الفصل الرابع عن العلمانيين، يعني جمع المؤمنين. بعدين في الفصل الخامس هيتكلم عن الدعوة العامة إلى القداسة، أو الدعوة الجامعة للجميع للقداسة. بعدين في الفصل السادس هيتكلم عن الرهبان والراهبات. وفي الفصل السابع هيتكلم عن البعد الإسكاتولوجي للكنيسة، يعني الأخروي، يعني كل ما يخص الهدف النهاية اللي احنا عايزين نوصل لها، وعلاقة الكنيسة مع الكنيسة على الأرض، علاقتها بالكنيسة في السماء. وأخيرا الفصل الثامن هيتكلم عن العذراء مريم. ياريت نقدر نخش خطوة خطوة في تركيبة هذا النص الذي يوصف لأول مرة الكنيسة وكيف تعمل هذه الكنيسة. هنبص في أول شريحة هنلاقي أنه هنجسد، هنمشي خطوة خطوة، نفهم فصل بعد فصل أو بند بعد بند في هذا الدستور. الفصل الأول زي ما قلنا بيتكلم عن سر الكنيسة كمجمل، كي نشير لهذا، لفكرة السر، وكيف أن السر بيضمن أشياء كثيرة، لأنه السر بيعني أنه ده جسد المسيح السري. فطبعا ما نقدرش نفهمه ونحدده بعقل الإنسان الصغير الضعيف، عشان كده بنقول سر الكنيسة، لأنها متصلة بالمسيح، لأنها متحدة بالمسيح، لأن هي تضم الناس اللي عاشوا في الماضي والناس اللي جاية قدام لسه هتتولد وتعيش في المستقبل، بتضم القديسين، بتضم الناس اللي بيتطهروا، بتضم الناس اللي لسه على الأرض، اللي لسه على الأرض في حالة نمو حتى يصلوا إلى الانتصار في المسيح بالموت بقمة بملء الكمال المسيحي. فعشان نضم كل هذا الكلام
وتحت كلمة سر الإشارة هنا بسيطة جدا، هي عبارة عن دايرة، هي دي دايرة باللون الأزرق، وحاطين رقم 1 فوقيها عشان نقدر نفهم الخطوات. الشريحة التانية بتخلي الدايرة اللي كنا عليها وبتحط جواها رسمة، هي تقريبا نص دايرة بس عليها ايه، زي ما نقول كده، جزء اعلى جزء اعلى، وهنفهم الكلام ده ليه اخترنا الرسمة دي بالشكل دوت. ما ننساش انه الفصل الثاني في لهذا المرسوم العقائدي، الكنيسة نور الامم، بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن شعب الله. شعب الله هو بيقصد فيه اكثر الناس اللي هي العايشه على الارض، اللي هي بتكافح في طريق النمو والقداسه حتى تصل الى الكمال بحسب وصف الانجيل وبحسب ما هو مثاله. طبعا مثلنا الاعلى هو المسيح نفسه. فإذا الفصل الأول والفصل الثاني قدامناهم، السر الكنيسة. في ناس ممكن تقول طب ليه الدايرة أكبر من الرسمة 2؟ لأنه ما بين 1 و2 في مين؟ في الأجزاء كلها التي لا ترى في الكنيسة، يعني الكنيسة اللي هي الناس مثلا اللي ماتت أو الناس اللي جاية قدام، كل دي يا في علم الغيب يا لا ترى. فإذا بنسيب براح ما بين 1 و2 للمكونات الأخرى، مش بس شعب الله المرئي. رقم 2 اللي هو النص دايرة اللي تحت دي وعليها زي غطا من فوق زي كنيسة كده اهو، ده بيصف الناس اللي هي ماشية على الأرض. لو هنكتفي بس في الشريحة الثالثة دلوقتي، هنكتفي بس بالمنظر الثاني اللي هو الناس اللي هي موجودة على الأرض، هيبقى الشكل بالمنظر دوت. هنخش بقى نشوف تركيبة هذا الشكل بالشريحة اللي بعدها، وهنلاحظ انه ممكن نقسمها الى قسمين مؤقتا. هنقسم الكنيسة اللي هي على الارض الى قسمين، قسم اللي هو الكهنة والاساقفة والكرادلة والبابا، بس هو اساسا كهنوت بثلاث درجات اللي هو الشموسية والكهنوت والاسقفية. طبعا في درجات تانية في الكنائس الشرقية، بس اساس الدرجات هو دوت الشموسية، الشمس الانجيلي بنقصد، وبعدين الكهنوت، وبعدين الاسقفية. بنضعها كلها في الجزء اللي عليه رقم 1 فوق، والجمع بقية كل الشعب الله اللي على الارض، شعب الكنيسة اللي هم اللي الكاهن والكهنة والأساقفة والشمامسة بيخدموهم، هم رقم 2 هو الجزء اللي تحت دوت. ده اللي هو ما يظن على انه تقسم به عليه الكنيسة. هنخش في الشريحة الخامسة. الشريحة اللي بعدها بنشوف ايه؟ بنشوف الفصل الثالث والرابع في المرسوم. الفصل الثالث فعلا هيكلم على بنية الكهنوتية اللي هم الكهنة والأساقفة، وخاصة هيتوقف على الأساقفة. وإذا بالشكل دوت بنحط زي ما احنا شايفين على الرسمة هنا، 3 ده الفصل الثالث، و4 ده الفصل الرابع، هيكون فعلا اللي هو الفصل المكرس للعلمانيين. ممكن الواحد يظن انه كل شيء يتوقف هنا، وصفنا الكنيسة، وصفنا متركبة ازاي، وانتهى الموضوع. الكهنة بيخدموا الشعب، والشعب والأرضية هذه الخدمة هي الأبرشيات والرعاية، وانتهى الموضوع لغاية كده. بينما النص الجميل جدا والعميق دوت هيفاجئنا بشيء مهم جدا وبؤرة ومركز لحياة الكنيسة. هيفاجئنا في الفصل الخامس، وادي احنا دلوقتي بنبص على الشريحة اللي بعدها. في الفصل الخامس انا هنا رسمت 3 اسهم حمر
الثلاث الاسهم الحمر دول في الفصل الخامس، شايفين رقم خمسة. الثلاث اسهم الحمر دول رمز لايه؟ للفصل الخامس اللي هو بيقول في دعوة عامة موجهة يعني للجميع جامعة للقداسة. بنفاجأ بهذه الدعوة. كنا نظن يمكن في الماضي انه الكهنة هو الأساقفة هم المدعوون، هم المدعوون للقداسة، والشعب اهو بيحاول اللي يقدر يعمله بيعمله. بينما هنا بنفاجأ انه دعوة للقداسة موجهة للجميع. وزي ما احنا شايفين الدعوة السهم منشن لتحت نحو الشعب نفسه. ليه؟ لانه هدف الكهنوت هو خدمة الشعب. هدف الكهنوت هو خدمة الشعب. الكاهن ما هوش ما بيخدمش نفسه، ما بيجذبش الناس نحوه هو كشخص، ولكن بيجذبهم نحو المسيح. فإذا بيخدمهم وبيرفعهم حتى ان هم ينموا ويصلوا الى ملء نعمة المعمودية نفسها. فإذا الفصل الخامس بيذكرنا بنعمة المعمودية، وبيقول على كل مسيح ان هو البذرة اللي خدها في المعمودية دي لازم تنمو حتى تصل الى ملء كمال المحبة، زي ما بيقول المسيح في العهد الجديد، وزي ما بيقول الكتاب المقدس في العهد القديم. كلام الله بيقول ايه؟ بيقول كونوا قديسين كما انا قديس، كونوا كاملين كما انا كامل. فاذا المجمع المسكوني بيضع النقطة محورية هنا اهو في الفصل الخامس، انه بيذكرنا بشيء مهم قوي، ان الجمع يعني الشعب كله مدعو الى هذه القداسة. وده شيء يعني ده ملح الانجيل، وجميل ان احنا نرى ان هذا النص ازاي بيدعونا كلنا ان احنا نرجع الى الانجيل، الى ملح الانجيل، ان ما ننساش الاساس، ما ننساش الاساس. وده موجه للشعب، للشعب، لانه بديهي انه موجه للكهنوت، بس هنا موجه اكثر للشعب عشان ما ينساش النقطة دي. بعدين اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان احنا في الفصل السادس هيظهر جزء اخر من الكنيسة. احنا دلوقتي بنشوف الشريحة اللي بعدها، بنلاقي انه في جزء سادس في فصل السادس بيورينا جزء ثالث في الكنيسة. قلنا التلات الجزئين اللي احنا نعرفهم هم مثلا الكهنوت ودرجاته والعلمانيين المؤمنين يعني جمع الشعب، ولكن هنا بيظهر جزء ثالث وهو المكرسين يعني الرهبان والراهبات اللي هم بيكونوا في أديورة او اللي بيكون عندهم خدمة رسولية. ما هم برضو في أديورة، بس بيكون فيها حبسين يا بيكون عندهم خدمة. وما يضم ايضا هذا الفرع من الكنيسة، يضم ايضا كل الحركات الكنسية اللي احنا يمكن بنعرف اكتر بعد المجمع، ازدهرت اكتر بعد مجمع مسكوني الفاتيكان الثاني، وايضا المعاهد العلمانية الانستيتيو سيكوليه. كل دول بيقعوا تحت بند الفصل السادس. غريب جدا وده او ملفت للنظر، وياريت نركز على النقطة دي، انه الفصل السادس او الكلام عن المكرسين لم يأتي مباشرة بعد الكلام عن الكهنوت بدرجاته، او مثلا بعد الكلام عن العلمانيين يعني بعد الفصل الثالث او بعد الفصل الرابع. لا، في الفصل الخامس بيقف حاجز او بيقف حائل ما بين الاجزاء الكنيسة. وده لا ودي لها دلالة كبيرة جدا وعميقة جدا، انه بعد ما وصف الكهنوت وكلم عنه في الفصل الثالث، بعد ما وصف الشعب وفي الفصل الرابع اتكلم عن، ما اتكلمش بقى عن المكرسين، لا راح متكلم عن اللي هم راح متكلم عن دعوة الى القداسة، وبعدين اتكلم عن المكرسين اللي هم الرهبان والراهبات الى اخره. ليه؟ لانه الشغل الشاغل او الدعوة اللي بيوجهها المسيح للافراد اللي في يوم من الايام بيسيبوا كل شيء
عشان يكرسوا كيانهم للرب. الدعوة دي هي دعوة إلى القداسة، ملهاش معنى آخر. قديس أنطونيوس لما بيسيب الرعية بتاعته، لما بيسمع الدعوة الخاصة بتاعة المسيح، ما هم كلهم كانوا بيسمعوا الإنجيل هو نفس يومه. لما دخل القديس أنطونيوس في الرعية عنده بيسمع يوم الحد الإنجيل، ما هو الناس كلها سامعة نفس الإنجيل، بس هو في نفس الإنجيل دوت سمع حاجة أكتر، أو سمع المسيح كلمه بشكل محدد ودعاه عشان يكرسه لذاته، وبيكرسه لعمل معين محدد واضح، وهو العمل الجوهري في الكنيسة، اللي هو العمل للقداسة، أو العمل للوصول إلى ملء قامة المسيح، أو ملء هبة الله إن احنا ننالها بملئها. فإذا بعض الأفراد يدعوهم الله بشكل خاص حتى يعملوا في هذا الحقل بشكل مكرس تماما تماما، يعني شغله عمله هو الموضوع دوت. عشان كده بيجي الفصل السادس بعد الخامس، وكأن الفصل السادس يعني الكلام عن المكرسين هو القاطرة، هو المطور اللي بيمشي قضية القداسة في الكنيسة. الكل مدعون إلى القداسة، بس اللي مسؤول على الملح والاحتفاظ بالملح هو أكتر الراهب والراهبة. فدي طبعا بنفهم كده أكتر، مش بس تركيبة الكنيسة ولكن ديناميكية الكنيسة، لأنه بعد وصف استاتيكي يعني ما بيتحركش لثلاثة وأربعة، يعني الكهنوت بدرجاته والشعب الله، أدخل ديناميكية، أدخل الحركة، فبدأت القاطرة تتحرك، كأن احنا عندنا قطر في قطعتين بس، وفي بعدين بقى الحته القدمانيه وهو الموتور القاطره اللي بتشد. وصف لنا الجزئين الاولانيين، مع ان الكهنه والاساقفه لهم دور اساسي في عمليه التقديس. ما هو الكهنوت هو عباره عن ايه؟ هو تقديس الشعب. ولكن زياده عن كده هيدخل لنا القاطره اللي هي بتلعب دور مهم قوي في عملية القداسة، ملهاش شغل تاني. هنشوف الكلام دوت. اذا بنرى شيئا فشيئا التقسيم الكامل للكنيسة امامنا في هذه الشريحة. بنرى رقم 3 4 و 5 و 6، وبنشوف السهام الحمراء اللي عملناها دي اللي بتنطلق خصوصا من ناحية الرهبان، وخاصة بينهم المعلمين، لأن في الراهب البسيط وفي الراهب اللي هو عنده الخبرة، الشيخ اللي يسمى بالشيخ أو المعلم الروحي، في فرق معايا. بس الراهب العادي طبعا بيعمل، بيكرس حياته كلها لتقديس الشعب، ولشان كده بيصلي وبيقدم ذاته ذبيحة علشان شعب الله وتقديس شعب الله. الراهب ما بيفكرش في نفسه بس، لا، الراهب كل شغله بيعمل لخلاص شعب الله. فإذا هنا كده وضحت أكتر تركيبة الكنيسة. هنرجع بقى ليه بنبص دلوقتي على الشريحة اللي بعدها، بنشوف بكل بساطة الثلاث أقسام المعروفين عن الكنيسة. فوق خالص عندنا رقم واحد اللي هو الكهنوت بدرجاته، اتنين عندنا شعب الله، تلاتة عندنا الرهبان والراهبات. لما بنقول شعب الله يعني ايه اللي هو رقم اتنين؟ بنقصد مثلا اساسا الرعاية، لانه كل الارض كل المسكونة متقسمة لرعاية ولابرشيات، وجمع الرعاية ابرشية، وعلى رأس كل رعية كاهن، وعلى رأس كل ابرشية مطرة اسقف معايا. اذا الارضية اللي كل مسيحي بيعرفها هي الرقم اتنين دوت. حتى الكاهن اصلا بيبقى مؤمن، حتى الراهب اصلا بيبقى مؤمن. بنولد كلنا فين؟ في رقم اتنين دوت، اللي هو جرن المعمودية، اللي هو الرعية، يعني جزء من بؤرة من المسكونة أنا بكون موجود فيها.
كلنا بنولد في رقم اتنين، بعد كده البعض بيدعوهم الله ان هم يكونوا كهنة، كهنة رعاية، وبعدين من بين الكهنة دول بيدعو الرب البعض انه يكونوا مطرنا والى اخره بقى، وبنطلع لفوق اكتر. وايضا البعض من شعب الله زي قديس انطونيوس بيدعوهم الرب ان هم بياخدهم على جنب، يعني بيخرجهم بره الرعايه، بيخرجهم بره الرعايه، بيخرجهم جوه بره النظام العادي. وكأن بقى عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ فرعين. الفرع اللي فوق ده ما هوش فرع، الفرع اللي فوق ده الراس اللي هم المطارنة والكرادلة والبابا، ده الراس، والبطاركة طبعا والكرادلة والبابا، ده الراس. بينما تحت عندنا جزئين، الجزء الكاسح بعدده اللي هو الرعاية اللي هو رقم اتنين، وعندنا جزء صغير خالص، عشان كده انا عامله على الجنب كده شريحة صغيرة خالص، خط كده اللي هو رقم ثلاثة دوت، ده اللي هم المكرسين. عددهم لو قارناه بعدد الشعب طبعا اقل بكتير خالص خالص خالص، نسمة ضئيلة جدا لو قارناه بالشعب باجمع. فاذا قدامنا الكنيسة بفرعيها، يعني فوق الراس طالع منها فرعين، فرع اللي هو اتنين الفرع الاساسي، وبعدين فرع صغير خالص اللي هو فرع ثلاثة دوت اللي هو فرع الرهبان. لو رجعنا لبنية الكنيسة كما يعرضها اللاهوت الكنسي، كما يعرضها ايضا هذا الدستور، بيذكرنا شيء مهم قوي، بيذكرنا انه المسيح هو نبي وكاهن وملك. نبي يعني بيوعظ وبيعرفنا على الحق، بيبشر. كاهن يعني بيقدس، وملك يعني بيدبر. يعني مش ملك يعني واقف فوق راس الناس، لا، يعني بيخدمهم وبيدبرهم، بيوريهم المرعى وبيوجههم وبينظم الرعاية، الرعية او الابرشية معايا. طيب لو دخلنا لو تعمقنا اكتر هنلاقي ان كل انسان معمد في المسيح هو ايضا يتسم بنفس الثلاث صفات دولت. كل مسيحي هو في المسيح، ولانه متعمد في المسيح هو ايه؟ هو نبي. يعني ايه؟ يعني مدعو ان هو يسمع كلمة الحق ويعمل بها، ويريد كمان يبشر بها في المكان اللي هو فيه، ايا كان هذا المؤمن، ان كان علماني عادي وده العدد الكاسح، او ان كان كاهن طبعا ده واجب، وهنا كهنوته بنصنف تاني، او الراهب. كل مؤمن معمد في المسيح هو نبي، يعني عليه انه يسمع كلمة الحق ويعمل بها ويبشر بها باعمال وبالكلام. كل معمد في المسيح هو ايضا ايه؟ هو ايضا كاهن. كاهن مش كاهن يعني خادم الرب اللي هو اترسم كاهن بسر خاص من سبع اسرار الكنيسة، لا، هنا كهنوت العلمانيين، كهنوت المؤمنين، كهنوت المعمدين. الكهنوت دوت عبارة عن ايه؟ عبارة انه انا بشترك في عملية العبادة، بشترك في عملية العبادة وأعمقها اللي هي تقدمة كياني وكيان الآخرين اللي أنا بحبهم واللي مدعو أن أنا أحبهم وأخدمهم، وبرفعهم لفوق داخل الذبيحة. فإذا بشترك على قدرتي أنا اللي هي قدرة المعمد، مش الكهنوت اللي هو الخادم الكاهن، لا، بشترك في عملية الكهنوت اللي هي كهنوت المسيح، اللي هي رفع كياني حياتي كذبيحة للرب كل يوم كل دقيقة كل ثانية، وده معنى عميق جدا للصلاة وللعبادة والليتورجية. وده طبعا مختلف عن الكهنوت الخاص اللي هو كهنوت الكهنة المرسومين لخدمة الشعب معايا. طيب وكل مسيح ايضا معمد في المسيح هو ملك. ملك يعني ايه؟ يعني مدعو انه يعرف يدبر حياته تدبير صحيح،
حتى يمشي خطى، يحط خطواته في خطوات المسيح وما يبعدش عن الطريق. الملك يدير، الملك يدبر، فأول حاجة لازم أديرها وأدبرها هي حياتي نفسها هي. وبعد كده لو أنا مثلا في موقع عمل أو في موقع أسست عيلة، جوزت إلى آخره، فده أنا إيه بأدير العائلة البيت عندي معايا. وأذكر شيء جميل جدا كان بيقوله يوحنا الذهبي الفم، إنه الأب والأم في البيت هم بمثابة كهنة. يعني ليه؟ لأن هم بيربوا ولادهم وبيقدموهم للرب. وممكن كمان نكمل الكلام ده لقدام أكتر، يعني ممكن نقول مثلا المدرس أو المربي في المدرسة أو في أي رسالة من هذا الصنف، ما هو أيضا برضو كاهن. ليه؟ لأنه بيقدم للرب وبيرفع ذبيحة للرب بشكل يشترك في كهنوت المسيح معايا. فإذا التلات وظائف بتاعت المسيح اللي هي انه يكون نبي وانه يكون ملك وانه يكون كاهن ويكون ملك، التلات وظائف دي موجودة عند كل مسيحي، عند كل انسان معمد. وبالتالي ايضا لما بنعمم هذا الوصف بنجد انه ايضا الكنيسة لديها هذه الثلاث وظائف، وداخل هذه الثلاث وظائف عندنا فروع بتهتم اكتر بوظيفه من الثلاث وظائف. يعني ايه؟ يعني كل فرد جوه الكنيسه عنده الثلاث وظائف، كل جهه من جهات الكنيسه عندها الثلاث وظائف، بس في واحده متخصصه اكتر في وظيفه من الثلاث وظائف. ماشي؟ يعني ما هواش حكر، هو تخصص اكتر. هناخد مثل الوظيفة الفرع فوق خالص اللي هو الجزء الأول من الشعب اللي هو من الكنيسة، هو الكهنوت بدرجاته. يبقى هنا هم الكهنة عندهم الثلاث وظائف، الكاهن، نقول تاني الكاهن نبي، الكاهن كاهن، والكاهن راعي فهو ملك. ولكن متخصص أكتر لو كان أسقف، لو كان بابا، فهو متخصص أكتر في قضية التدبير، فهو ملك. فإذا هنا في نوع من التخصص أكتر، فبيقترب أكتر هذا الجزء من شعب الله اللي هم المطرنة خصوصا، ومعهم طبعا على رأسهم البطاركة والبابا، دول متخصصين اكتر في الرعاية في التدبير. فدول دي ادارة، بس ادارة عملية القداسة، مش ادارة يعني ادارجي، لا دي ادارة عملية القداسة. ودي فهمناها لما جه الفصل الخامس اللي ذكرنا بالدعوة للقداسة. عشان كده القديس توما الأكويني مثلا وبيفسر لنا التقليد الحي وبيوصف المطران بأنه إيه؟ بأنه معلم قداسة، معلم قداسة، ما قالش معلم بس أو إدارجي لا، أو مدير لا، ده معلم قداسة. بيدير إيه؟ بيدير عملية القداسة، ما بيديرش إبرشية وتركيبتها والرعاية ولا، أهمه الأساسي هو قضية القداسة. عشان كده كمان بنلاحظ أنه في كثير من الكنائس وفي كثير من العادات الكنسية القديمة كان المطران منين يجي؟ يجي من الدير. ليه؟ لأنه خلاص بقى ده متخصص، ده مش بقى كان راهب بس، لا ده كان راهب وكان شيخ، يعني كان عنده خبرة، كان عنده وظيفة معينة للتعليم أو للتكوين. فإذا بيطلب هذا، أو عنده كمان طبعا عمل ذهني وفكري لأنه ده ضروري. فإذا ربنا بيختاره أنه مثلا يبقى مطران. فهنا بنفهم مع أكتر معنى أن المطران هو معلم قداسة. طيب هنخش بقى في، هنكمل في الكلام اللي كنا بنقوله، انه كل فرع من الثلاث افرع او فرعين معاهم رأس اللي هم الاسقفة، الفرع الثاني اللي هو الرعاية متخصص اكتر في الكهنوت،
في وظيفة الكهنوت، بمعنى انه كل الانفس المؤمنين بتقدم وبتقدس، وده عمل الكهنة الرعية. فاذا رقم اتنين او الفرع الاساسي للكنيسة هو هدفه ايضا التقديس، ولكن هي خدمة الرعاية، خدمة الرعاية. فاذا شغل راعي الكنيسة ان هو يرعى المؤمنين. طبعا احنا عارفين شغل الكاهن الرعية شكله ايه، من ان هو بيدي الاسرار، والاسرار الاولى الاساسية المعمودية والميرون، و طبعا الزواج، وبعدين القداس طبعا بشكل دائم. فاذا ده هنا بنقول ان ده الفرع الكهنوتي في الكنيسة. الفرع بقى النبوي في الكنيسة، احنا اتكلمنا قلنا الملكي اللي هو الاسقفة، وبعدين الكهنوتي اللي هم الرعاية، وبعدين النبوي. الفرع النبوي هيكون ايه؟ الفرع اللي هو فرع الرهبان، فرع الرهبان. اذا بالشكل ده بنقدر نفهم اكتر تركيبة الكنيسة، وإزاي بتعمل كل الأفرع، كل واحدة بتميل أكتر أو بتتخصص أكتر في قضية معينة، مع إن التلاتة كل فرع وكل فرد في الكنيسة له التلات عنده التلات وظائف، لأنه يشترك معمد في المسيح، فهو يشترك في كون المسيح نبي وملك وكاهن. هنلاحظ إذن إنه الفصل الثالث تخصص في شرح الوظيفة الرأس اللي هو الاشتراك في خاصية المسيح كملك. الفصل الرابع اللي هو المكرس العلمانيون تخصص في شرح اللي هي الفرع الكهنوتي اللي هم الرعاية. والفصل السادس تخصص في شرح الفرع اللي هم المكرسين الرهبان اللي هو الفرع النبوي. إذا عندنا كده هو في الدستور العقائدي الكنيسة، في تركيبة الكنيسة زي ما احنا شايفين هنا بالأزرق، التلت وظائف بتاعت الكنيسة، وظيفة النبوية اللي هي في الفصل السادس، الوظيفة الكهنوتية عند العلمانيون، والوظيفة الكهنوتية الملكية موجودة عند النظام السلطة الكنسية وخاصة الأسقفية. إذا بالشكل دوت شايفين الثلاث عناصر، الثلاث وظائف بتاعت المسيح، ازاي كل فرع من افرع الكنيسة، كل فئة من الفئات اللي بتكون الكنيسة عندها تخصص اكتر او اتجاه اقوى في الاشتراك، انها بتساهم في ازدهار وفعالية الوظيفة اللي هي متخصصة فيها. يبقى بالشكل دوت عندنا رؤية مجملة لتركيبة الكنيسة اللي هي الكنيسة المكافحة على الأرض. ممكن هنبص دلوقتي على الشريحة اللي بعدها، لو أردنا ممكن نضيف حز كده هو أحمر، نص دايرة حمراء، على قمة الفرعين اللي هو الفرع الكهنوتي اللي هو رقم اتنين اللي هو الشعب والرعاية يعني، والفرع التاني اللي هو النبوي اللي هو على اليمين رقم ثلاثة، اللي معناته انه دول المسؤولين داخل هذه الافرع، يعني المسؤولين في الرعاية اللي هم الكهنة طبعا والشمامسة، دول مسؤولين، فدول اللي هم هيبقوا فوق في الجزء الثاني بس فوق الخط الاحمر. ونفس الشيء عند الرهبان، ممكن نقول انه المسؤولين عند الرهبان، الرؤساء الرهبان ورؤساء الأديورة والمعلمين والى اخره، كل دول ينتموا لي اللي هو الجزء اللي ما فوق الخط الاحمر. بنعدي دلوقتي على الشريحة اللي بعدها. الشريحة اللي بعدها بتورينا الأجزاء من فصل الأول لغاية الفصل السادس من المرسوم، بنشوفهم كلهم سوا دلوقتي. الفصل الأول اللي هي الدائرة الكبيرة اللي بالأزرق دي اللي هي سر الكنيسة كما هي
مقاومة يعني بنفهمها بمجملها. بعدين زي ما احنا شفنا رقم 2 اللي هو الكنيسة اللي هي على الأرض، رقم 3 و4 و6 دول تركيبة الكنيسة، الثلاث أفرع اللي هم الرأس اللي هم المطارنة، وبعدين عندنا الرعاية، وبعدين عندنا الأديورة. أديورة، وممكن كمان نضيف زي ما قلنا من شوية اللي هم الحركات الكنسية. الحلو بقى ان بنشوف ان رقم 5 هنا اهو اللي هو الثلاث اسهم الحمر دول اشارة لايه؟ لعمل، اشارة لعمل او الفايدة او التأثير النبوي اللي جاي من فرع المكرسين اللي هو فرع الرهبان والراهبات، لان ده خير كبير على الكنيسة. بيفكرونا وبيذكرونا دايما بالهدف، احنا رايحين فين وجايين منين. بيذكرونا دايما ان هدف حياتنا هو القداسة، بيدونا المثل وبيصلوا ويقدموا كيانهم. وكمان زيادة بقى، ودي نقطة مهمة، دي اللي هتهمنا اكتر فيما بعد، اللي هم بيقدموا تعليم وخبرة حول قضية القداسة، لأن قضية القداسة هي دعوة خاصة، هي موجهة للجميع، بس هي دعوة. المعمودية أيضا دعوة، بس دي دعوة جوه الدعوة اللي هي تعمق لسر المعمودية. في مسيحي عادي أهو بيروح القداس وبيحضر عادي وإلى آخره، بس مش شاعر أو مش فاهم لسه كإنسان بالغ أنه هو مدعو إلى القداسة، فما بياخدش الوسائل اللي هي تؤدي إلى القداسة. مين بيدينا الوسائل؟ مين عنده خبرة؟ مين بيعلمنا؟ طبعا كل كاهن المفروض يعلم ذلك، كل مطران طبعا فوق الرأس نفسها بيدرس، وزي ما قلنا من شوية انه هو معلم الكمال. ولكن مين متخصص في هذه القضية؟ ما هو الراهب، وداخل البند الرهبان والمكرسين في بند اللي هم معلمين جوه هذا البند. فإذا هذا التأثير اللي جاي إما من الرهبان بسبب حياتهم المقدسة للكنيسة، أو بسبب التعليم والفايدة التعليمية والإرشاد اللي بيجي منهم، ده كله تأثير احنا بنقول إنه أكتر جاي منهم هم. عشان كده الأسهم كلها جاية من 6 لغاية ناحية 4، الأسهم اللي بالأحمر. نعدي الشريعة ونخلص عشان نخلص التكوين الكنيسة والمرسوم نفسه العقائدي عشان نفهمه بمجمله. بنخش هنا في الفصل السابع. الفصل السابع بيتكلم عن البعد الإسكاتولوجي يعني الأخروي، يعني بيتكلم على حاجات اللي بتخص الآخرة. يعني احنا هنوصلين، عايزين نوصل لإيه، والسماء شكلها إيه، أو نهايتنا شكلها إيه، وما علاقتنا مع كنيسة السماء. فكنيسة السماء هنا رسمناها بالدائرتين أو شبه دائرة دول البيضاوية، 7 و7، يمين وشمال، اللي هي المنطقة اللي كانت الفارغة على يمين وشمال، اللي سبناها قصد فارغة، وده سبب الرسمة. ازاي عاملة؟ ليه عاملة كده؟ هو الرسمة دي عاملة زي شراع المركب اللي هو في النص، اللي هو بتاعت 2 دي، اللي هي نص دايرة من تحت ومن فوق شراع، زي شراع مركب أو بعض البيوت سقفها من فوق. بعدين فإذا 7 هي كنيسة الغير مرئية، القديسين والناس اللي بتتطهر والناس اللي بتموت. وبعدين في بعد تاني لرقم 7 اللي هو اللي احنا الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. عملت الدايرة اوسع من الدايرة لرقم 1 لسبب بسيط جدا، انه احنا على الارض وكلنا حتى واللي فوق في السماء كلنا عايزين نوصل للملء والكمال لغاية اخر لحظة لما هيبقى فيه القيامة الكبرى للجميع والدينونة الاخيرة. احنا ده هدفنا اللي عايزين احنا نوصل له. عشان كده الدايرة رقم 1 بتتوسع شيئا فشيئا، حتى
تتصل إلى الدائرة الكاملة اللي يكتمل فيها كل جسد المسيح، ينتهي الزمن وينتهي التعب وينتهي كل شيء، وندخل في حقبة مختلفة وجديدة تماما إلى أبد الآبدين، اللي هي بعد القيامة الكبرى للجميع وبعد الدينونة الكبرى للجميع. فده الخط، الدائرة السبعة اللي لونها أزرق أفتح، اللي أوسع من الدائرة رقم واحد، وده الفصل السابع في هذا المرسوم اللي بيكلمنا عن الآخرة والكنيسة الغير مرئية وعلاقتنا معها. بعد كده بنوصل إلى آخر فصل، إلى آخر فصل اللي هو الفصل الثامن. الفصل الثامن، آدي الشريحة اللي بعدها. الفصل الثامن لو تلاحظوا عملته تقريبا ملتصق بالفصل السابع بالدائرة البرانية، لزقت عليه دائرة تانية أكبر سنة منه اللي هي الدائرة الزرقاء بأغمق شوية. الفصل الثامن بيتكلم عن العذراء مريم، بيتكلم عن العذراء مريم، وبيقدم لنا العذراء مريم بشكل عميق جدا، وبيقول انه هي المثل الاعلى لكل مسيحي والمثل الاعلى ايضا للكنيسة، فان كانت الكنيسة ام فانها تستمد امومتها من العذراء مريم، وان كانت الكنيسة عذراء او يعني تعطي كل ايمانها للرب فهي عذراء تستمد كيانها كعذراء من العذراء مريم. ليه؟ لانها اعطت ايمانها تماما وبالكامل، واللي هي الاولى التي الاولى في الايمان في الكنيسه، وهي مثل الايمان في الكنيسه، لانها هي التي امنت بما ارسل منها من طرف الرب، من كلام الرب. فاذا الكنيسه كلها هتلف وتدور وتلف وتدور، هدفها تبقى زي مين؟ تبقى زي العذراء مريم كأفراد، فرد فرد، وككل كجسد المسيح الكنيسة، هذا ما تسعى إليه. لذلك هذا الفصل عميق جدا في معناه وفي موقعه في الدستور نفسه، وجوده في الآخر ومعانيه مهم قوي، لان ده هذا هو الهدف. ده كان المدخل المدخل والتمهيد للكلام عن مدرسة مريم. هنختم هذا الكلام بشريحتين. الشريحة الأولى عشان نعمل نوع من الخلاصة، الشريحة الأولى اللي هي قبل الأخيرة، بنرجع للأساسيات والشيء اللي احنا اتعلمناه من هذا الشرح، هو ان احنا ما ننساش انه قدامنا هنا هو الثلاثة واربعة، يعني الرأس والفرع الكهنوتي تحت، فوق الفرع الملكي اللي هم المطارنة، تحت على الشمال اربعة، ده الجزء الغالب في شعب الله اللي هم العلمانيين اللي هم كلنا بنخدمهم، يعني المطارنة والكهنة والبابا خدام مش لنفسهم، دول خدام للشعب عشان يتقدس الشعب. والرهبان اللي هم على اليمين اللي هو رقم ستة، شغلهم الشاغل ايه؟ قضية القداسة داخل الشعب، يعني بيحتفظ بالملح، ده بيخدم وده بيحتفظ بالملح وبيعلم ما هو الملح وكيف نصل الى الملح، يعني ايه ملح القداسة. والديناميكية اللي هو السهم دوت اللي هو الدعوة الى القداسة، اللي هو السهم بالاحمر دوت الغامق عليه رقم خمسة، ده يشير الى انه ليه جم الرهبان المكرسين بعد هذه الدعوة، لان هم القاطرة وهم اللي بيشتغلوا وهم اللي عندهم هذا العلم. لذلك المجمع، لذلك الدستور نفسه في الرقم 43 بيقول انه هذه العائلات الرهبانية بتقدم تعليم مختبر، تعليم روجع واكيد، تعليم عن ايه بقى؟ عن الكمال المسيحي اللي هو كمال المحبة. دي شغلة المعلمين ناحية عند المكرسين معايا.
وبعد كده بنعدي بقى على آخر شريحة، بنشوف بشكل مشابه للي قبله إن ما يهمنا الأمر الآن وما يهم مدرسة مريم، وده اللي هنشوفه في الجزء الثاني، هو قضية القداسة والوسائل التي تؤدي للقداسة. عشان كده بنقدر نفهم مركزية مدرسة مريم إيه، بتركز على إيه، وإزاي هي في البقرة، بؤرة العمل وبؤرة الهم في الكنيسة. الهم هو إيه؟ هو إن إحنا نهتم بقضية القداسة، وده اللي هنشوفه في الجزء التاني.